مثلا بعض الأنشطة بعض البرامج اللي سويتوها في جمعية عروة، فيليت تعطينا عن عروة وأخبار عروة وأخبار الجمعية. طيب الله يجزاك خير ويسعدكم. والله الواحد لما يتكلم عن ديرته ما يمل ترى، سبحان الله. وأنت أمس أعطيت له مجال ولو وفيت عروة حقها. يا سلام. الجمعية وبعض المقاطع إن شاء الله لعلها إن شاء الله في اللقاء القادم والأسبوع القادم نجهز تجهيز كامل ووريكم مجهود جمعية البر الخيرية في عروة. أنا من يوم تأسست وأنا عضو في الجمعية، والحقيقة أن الشباب جزاهم الله خير من مدير الجمعية إلى الإداريين يشتغلون شغل جبار، حتى أحيانا في وقت غير وقت الدوام من أجل يغطون احتياجات الناس. أمس طلعنا من الحلقة واتصلت علي، راسلتني مرة رسالة، الله يجزاكم خير يكتب أجركم، وأنا تراني من أول المستفيدين من الجمعية. ما شاء الله. كانت حالتي يعني طبقة يعني الحياتية عندي ظروفي صعبة جدا، فضل الله عز وجل ثم دعم الجمعية أصبحت أموري مستقرة ولله الحمد يا رب، وأعيش حياة طيبة لا أبي زيادة ولا ودي الوضع ينقص. يعني الناس يبون الاكتفاء الذاتي فقط، يبون يكتفون، يعني الناس عندها قناعة تبي تكتفي بس يعني عشان الدين وعشان أحيانا جمعة الخير فواتير الكهرب تعرق الناس، فالجمعية من ضمن مشاريعها يعني اللي تعسرون على فواتير الكهرباء يسددون فواتير الكهرباء، وهذا الشيء ترى مو بسهل، شيء مهم والله ترى بعد هذا. يعني احيانا تعرف بعض الاسر يصير وسط الشهر ما معهم مبالغ ماليه، فيروحون البقاله ولا يروحوا السوبر ماركت فيسجلون تسجيل لاخر الشهر. صحيح. كثير العوائل يسوي كذا، في اخر الشهر يرجع له 1000 1500 2000، فتكون يعني صعبه جدا. فالجمعيه اذا عرفت ان العائله يعني جدا متعسره امورها يروحون يسددون ويخلصون الدين اللي عليها العائله هذه. الله يجزاهم. هذا تفريج كرب ولا مو بتفريج؟ تفريج كرب يا جماعه، ترى هذا التفريج مو بسهل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابه على يسدون حاجات بعض. ابو بكر رضي الله عنه وارضاه دفع من ماله ثم دفع ثم دفع، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضر ابا بكر ما فعل بعدين. خلاص يا اخي، ابو بكر دفع ماله كله. جاء عمر رضي الله عنه بنا. شوف ترى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس في الطاعات ترى شيء حث عليه الإسلام. أنت لما يصير عندك مال وتتنافس أنت وأخوك وأختك وأمك والدك، يعني العائلة تنافسون على بذل الخير، ترى هذه معناته أن العائلة فيها خير وأن الله بيرزقها. جاء عمر بنصف ماله وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث معروف. فقال ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال تركت لهم مثله، يعني نصف المال جابه. من يدفع نصف المال الآن إلا ما رحم الله. فجاء بعد أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تركت لأهلك أبو بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني ما عندهم شيء. فعمر قال من يسبق أبو بكر ولا من يسوي مثل أبو بكر؟ لذلك أبو بكر يدخل من أبواب الجنة الثمانية. لذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حب قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما خطب خطبة قال كل سددنا خوخته، كل واحد بذل لنا معروف ردينا عليه، قال إلا أبا بكر يجازيه الله عنه رضي سبحانه وتعالى، يجازي أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. والله عز وجل قال في القرآن وش قال؟ ولسوف يعطيك ربك ترضى حتى يرضيك أبا بكر، لأنه كان يبذل ماله بذل عظيم. الصحابة تركوا يتنافسون. أنا أقول المال اللي تبذله مو هو للمحتاج فقط والمسكين، المال تبذله لك أنت والأسرتك من بعدك، تفريج كربة عنك، شفاء لمريض، حتى تنمية المالك. ما نقص مال من صدقة بل إيش؟ بل تزد. أنت لما تتصدق أعرف أن الله يخلفك، والخلف من الله ترى يكون عظيم. ذكرناه أمس أن الله إذا أخلفك شيء سوف يخلفك شيء حتى يرضيك. يا كثر القصص، يا كثر المواقف اللي تمر على الناس. كان في شايب يقول طالع من سوق الغنم بايع لي أطراف من الغنم أبي أقضي البيت وغراضي، بايع له طلية من 800 ريال يعني في مخباه 1600 ريال. يقول دخلت السوق تقضيت بتقريبا 1200 ريال، بقى معه كم؟ باقي معه 400 ريال. 400 يقول بخليها لوازم الدنيا بنزين السيارة ومصاريفنا. فليقول هاك فلان أعرفه رجال متعفف ورجال أحوال أحوال، يقول واقف عند رع المحمصة ماخذ قهوة وماخذ هيل، ورجال كريم يقول ذاك مجلس فاتح وقهوته ومجلس نار الشابة قهوته عامرة. يقول له تجادل مع العامل ماخذ قهوة وهيل، تعرف تكلف حوالي 300 400 ريال.
يقول أصبر علي وأنا أصبر عليك. قال العامل ما أقدر. كثير يقول لا تصبر، فلوس حاضر، والعامل المسكين مأمور. فيقول الرجال تغير وجهه، وده يأخذ الأغراض بس ما هو قادر. يقول وجهي ومسكه على جنب، قلت تعال يا فلان هذه 400 ريال. قال والله ما يبي ياخذها يعني متعفف. قلت خذها قرض، وقت ما تيسر عليك ردها لي، انا بكره بحتاج وبجيك. يقول الله اخذها وهو مستحي والدمع في عينه، اخذ حاجته ومشى. يقول طلعت انا سبحان الله من السوق ورحت لاهلي ونمت الظهر. يقول يوم قمت العصر ابى اروح حلالي، حلالي ابعد عن الديره تقريبا 10-15 كيلو. كل يوم رحت عند حلالي واتفقده واشوف اموره. يقول عندي فحل طيب طيب لكنه مريض لفتره، مريض بالحيل. يقول يوم قعدت له راعي السياره جاني لين لبق عندي، سلام عليك يا فلان تقهوى. قال الفحل اللي عندك تتبيعه؟ قلت الفحل بين الحياه والموت، مريض ولا والله يعني فحل طيب. قال يا فلان خله انا بعالجه، وهذه 10,000 ريال وترك الفحل عندي. يا فلان انت صادق؟ انا ترك عندي الفحل، انا اللي بعالجه وانا اللي بهتم فيه. يقول وبيعه عليه ب10,000 ريال، وهو كان دافع الصباح كم؟ 400 ريال. الخلف من الله ترى عظيم، لكن يبغي انسان يثق في الله، وانسان يعرف ان الله خزائنه ملأ لا تنقصها النفقه. لذلك الحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يقول يا ابن ادم لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، يعني من خلق ادم الى نهايه قيام الساعه. قال فسالني كل واحد منكم مسالته، كل واحد قال اللي في خاطره. شو خاطرك يا شيخ؟ بيت وارض ومزرعه كل شيء في خاطرنا. قال فاعطيت كل واحد منكم مسالته، قال ما نقص ذلك من ملك شيء الا كما تنقص الابره اذا وضعت في البحر. تخيلوا خزائن الله كيف عظيمة، وكيف الخير عند الله وفير سبحانه. حتى لما تتعامل مع الله، التجارة دائما فيها ربح وخسارة في الدنيا، لكن التعامل مع الله رابح 100%، لن تخسر أبدا. لو تنفق مالك كله ما دام لله سيعوضك الله ويخلف الله عليك، يصلح لك نيتك، يصلح لك ذريتك، يشفي مريضك، يفرج كربتك، يعطيك السعادة ويعطيك من الدنيا حتى ترضى. وهذا يوجهها رسالة لي والإخواني واللي خلف الشاشة ينظرون الآن المستمعون، يا جماعة الخير قدموا لأنفسكم قبل أن يأتي يوم تنتظرون أحد يقدم لكم. ما أحد يقدم لكم، ترى قد لا يطرح الله البركة في الذرية، الله يصلح لنا ولكم النية والذرية، ما تدري. لكن أنت قدم من نفسك الآن. أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والذي يدفع المال من أجل الله سيخلفه الله، ثق ثقة تامة. الله الله بيض الله وجهك أبو سلمان على الكلام الجميل عن الجمعية والصدقة، يعني بحد ذاتها تطفي غضب الرب. وكلنا الله يتوب علينا من يوم نصبح